يعني ايه مليار ومتين ما يفضلش منهم ولا مليم؟ كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت عليه، انا ازعل اولع؟ ما هو كل ده عايز نرضي التكه، فانا بنكه التيتا توتا تيتا تاتي. انا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، انا ما بقتش طايق اعيش فيه. ما تسيبه يا اخي، وتغور في 60 داهيه. ارفع قضيه السب والقذف، شوف بتقول له غور في 60 داهيه، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل. طيب اسمع، انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وانا شاري. ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي. طيب ما تاخد انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود، حد يجي يشيل الليل على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهجة هانم النشار، دي فرصه سعيده. اهلا وسهلا. في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد بيه الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم، تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا. اتفضلي اتفضلي يا هما، عقبال ما تتفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة إيش حالة؟ ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو؟ وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. وهننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة، هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيدة؟ وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيعي الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه، لا اله الا الله، انا اتشددت ليكي من اول ما دخلتي باب الفيلا. عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط، ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه
ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بينا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجة؟ مهجة ممكن مين؟ ممكن مين؟ مالك او ليه؟ قولي بقى ايه رأيك في القصر؟ عجبك؟ عجبني ودي عايزة كلام. وعجبتني صاحبة القصر. امال ايه؟ انا كنت فاكرك ملاك ملاك اتاري حبك هلاك هلاك. عطيات انت بتعمل ايه يا راجل؟ انت بعمل لها تنفس صناعي. اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده؟ ده بيت محترم. بقول لك ايه، اتكلمي في النص اللي يخصك. النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه. وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصه وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعه يا جماعه صلوا على النبي. اللهم صل عليه. انا مش شايف اي خلاف بينكم، انتوا تقريبا متفقين. متفقين على ايه؟ عالدمج. على ايه؟ انتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا اكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا ايه يا نبيب بيه؟ ها اتش ام اي اي جروب. عملتوا دمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الانفوشي وعطيات الانفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي. وطلبتم قرض من بنك الفرار وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي القرض لانكل يا داد. انت عيني كميله امه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباون. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ خليتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهت لما انت مش قد انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين 9 سنين مرميه جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكره نخلص.